سابعا أن ترك العبادة سبب لاتباع خطوات الشيطان. الشيطان أيها الإخوة مثل ما يقول العامة، الشيطان ما يجي يضرب على قفاك. ماذا يفعل الشيطان؟ أولا يوسع عليك المباحات، ثانيا ييسر عليك ترك المندوبات والمستحبات والسنن، ثالثا بعد ذلك يكسلك في بعض العبادات القريبة من الفرائض، ثم يكسلك في الفرائض، ثم حينئذ النفس لا تميل إلى الطاعة وتصبح ميالة إلى المعاصي عياذا بالله تعالى. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قال لا تتبعوا خطوات الشيطان في عدة مواضع من القرآن. في النواهي قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، في امتثال الأوامر قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. فإذا ينبغي الإنسان يدرك أن الشيطان له خطوات في تثبيطك عن العبادة، كما أثر على المنافقين حتى أصبح حالهم كما قال عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. ها، ما الذي أدى بهم إلى هذه الحال؟ خطوات الشيطان.